اول وصفه معانا ايه؟ وهي الرز. هنعمل رز حلو جدا باللحمه المفرومه والبسله. تعالوا نشوف ايه هي المقادير معايا. عندي الرز الابيض هيكون مغسول كويس وحطاه في البوله متصفي، عندي البسله، اللحمه المفرومه المتعصجه، عندنا هنا الحبهان، المستكة، ورق اللورة، الزبدة، والبصل. تعالوا نشوف أول حاجة هعملها. هجيب الحلة بتاعتي، هجيب زبدة، معلقتين من الزبدة، وهجيب زيت، وهنزل البصلة، وإيه هحرقها خالص خالص لحد ما تاخد إيه اللون اللي احنا عايزينه. أنا عايزة أعمله يعني إيه يكون ذهبي كده بني، فهحرقها خالص أهو. وزي ما اتفقنا هنكون ايه مجهزين معانا اللحمه المفرومه المعصجه، البسله المسلوقه، هجيب هنا المستكه، المستكه بتحب الماده الدهنيه علشان تسيح، هحط حوالي 3 مستكات، طبعا ده اوبشنال يعني مش حاجه لازم نعملها بس بتدي طعم جميل جدا، وهحط الحبهان بتاعي، ورق اللورة، وايه هنزل بقى الرز اهو. وهنقلب تقليبة حلوة، بصوا زي ما انتوا شايفين كده كده، وهحط له مكعبين صغيرين من الزبدة، ويتقلب على كل كوباية بنحط ايه معلقة من الملح، تبدا تسيح، وايه احط على طول الميه ونغطي ونسيبه يستوي على نار هاديه. عايزين نفتح كده، بصوا بقى الجمال، ميه بقى ايه تكون سخنه وننزلها عليه. احط معاه اللحمه المفرومه بتاعتي، دي وجبه كامله متكامله. وهنحط ايه البسله المسلوقه، اللي يحب يضيف الجزر معاها المسلوق الصغير برضو يضيف، بتبقى جميله جدا. وايه هنقلبها اهو، الطبق ده في العزومات بيكون جميل جدا جدا جدا، ولو حابين تحطوا فوق وبقى حاجة من الطيور اللي احنا عاملينها بتبقى في البيت تبقى برضو حلوة جدا اهو. الله بصوا حتى ألوانه كمان بتكون مبهجة جدا. لو عندكم بقى قالب حابين تحطوه فيه وبعدين تنقلوه برضو بيطلع طبعا جميل جدا. Thank you.